بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة الدرس عن الـ Disorders of Red Cell Metabolism. زي ما احنا تعودنا الأول عشان ناخد Disorders لازم نعرف الأول إيه النورمال Red Cell Metabolism. في الحقيقة مش هنشرحها بالتفصيل، يعني هنقول عنها كلمتين كده مختصرين جداً. طبعا احنا مفهومنا دايما عن الميتابوليزم ان هو انزيم سبستريت انتر اكشن، يعني انزيم بيشتغل على سبستريت ويدي برودكت اللي هي الصوره اللي قدامنا دي. طيب لو انا قلت ان الميتابوليزم دايما انا يعني بشير له دايما بايه، بانزيم سبستريت انتر اكشن عشان يطلع البرودكت زي ما قلنا. الار بي سيز فيها انزيمز، فيها انزيمز. طب هو الانزيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. طب هو البروتين ده بيتخلق فين؟ زي ما اتفقنا بقى البروتين سينثيسيس والقصه اللي احنا اتفقنا عليها وشرحناها بالتفصيل ايام ما قلنا الجلوبال سينثيسيس والكلام ده كله. ده بروتين يحتاج لدي ان ايه يفك ويعمل ماسنجر ام ار ان ايه اللي هيطلع بره النيوكليوس ويروح على الرايبوزومز ويعمل لي البوليبيبتايد تشين والكلام بتاع البروتين سينثيسيس اللي احنا قلناه ده. طيب هل الار بي سيز فيها نيوكليوس عشان تعمل القصه دي؟ لا، ما فيهاش نيوكليوس. طيب امال بتطلع انزيمز منين؟ الار بي سيز بتطلع انزيمز ايام ما كان فيها نيوكليوس وكانت اسمها نورموبلاست او اريثروبلاست. بتطلع انزيمز تكفيها اللايف سبان بتاعتها كلها اللي هي 120 يوم. طيب حصل خلل والانزيم دوت معاش 120 يوم او اتكسر او حصل له اي حاجه، ما عندهاش الابيليتي انها تصنع انزيمز جديده بدل اللي راحت، فيظهر خلل الديس فانكشن بتاع الانزيم. الفانكشن كانت المفروض هتعمل الفانكشن اللي كانت هتتعمل بالانزيم ده ما بتتعملش، فيظهر الخلل في الار بي سيز. ولذلك معظم الانزيم ديفيشنسي اللي احنا هنقولها في الار بي سيز دي بتبقى حاجه يونيفرسال في الجسم كله، يعني كل خلايا الجسم بتبقى فيها مشكله لان ده حاجه جينيتك، يعني جيناتك انهيرتنس، هتبقى حاجة انهيرتد في كل خلايا الجسم، فالمفروض انها هتأثر على كل خلايا بتستخدم الانزيم ده. لكن الخلل مش هيظهر الا في الار بي سيز فقط. ليه؟ لان الار بي سيز هي الخلايا اللي مش هتقدر تجدد الانزيم اللي اتكسر بدري ده او الانزيم اللي ناقص ده، مش هتقدر تجدده تاني، فيظهر الخلل في الفانكشن اوف ار بي سيز بس. يعني حاجه مثلا زي الجي 6 بي دي، الجي 6 بي دي ده انزيم يونيفرسال موجود في خلايا جسمي كلها. طيب لما بيحصل مشكله في الجي 6 بي دي ان هو هيبقى ان ستيبل او اللايف سبان بتاعته هتبقى اقل من المفروض انه يعيشها، يظهر الخلل ده في الار بي سيز فقط. طب ليه ما بيظهرش في خلايا تانية في الجسم، في اي سيستم تاني في الجسم؟ لان اي خليه تانية في الجسم عندها نيوكليوس، هتحتاج للجي 6 بي دي هتبعت على طول للنيوكليوس ستيمولانت علشان يعمل ترانسكريبشن ترانسليشن للبرودكت اللي هو البروتين اللي هو الانزيم الجي 6 بي دي، فتطلع لي جي 6 بي دي يعمل الفانكشن بتاعه. المشكله الكبيره في الار بي سيز ما عندهاش النيوكليوس، هي من ساعه ما اتولدت وهي عايشه بشويه انزيمز شايلاهم وماشيه بيهم اللايف سبان بتاعتهم. كفوها ما كفوهاش خلاص، يبقى هيظهر الديس فانكشن بتاع الانزيم ايا كان، اللي هو غالبا بيبقى مقتل للار بي سي. سواء انا اثرت على الجلايكوليتيك باثوي فقللت الانرجي سبلاي للار بي سيز، او اثرت على الهكسوز مونوفوسفيت شانت فقللت الدي اوكسيدنت باور بتاع الخليه، ده غالبا بيبقى مقتل للار بي سيز وبتموت، ويحصل لي البريماتور هيموليسيس اوف ار بي سيز. طيب ايه انواع الانزيم اكشن اللي بتحصل في الار بي سيز، او الار بي سيز بتحتاج الانزيمز ليه، او ايه انواع الميتابوليزم اللي بتحصل في الار بي سيز؟ الار بي سيز دي كائن حي، خلايا حيه، فهي اكيد محتاجه انها تعمل انرجي او اي تي بي، فلازم هتجيب الانرجي دي من انزيماتيك باثوي.
اللي هو احنا بنقول عليه هنا glycolytic pathway. تاني حاجة النورمال ميتابوليزم ده بيتولد عنه حاجة اسمها free oxygen radicals. ده في أي نورمال ميتابوليزم، حتى لو أنا ما تعرضتش لإكسدايزنج ستريس قوي، أنا في النورمال ميتابوليزم بتاعي بطلع حاجة اسمها free oxygen radical. فلازم يبقى فيه حاجة اسمها دي أوكسيدنت أو أوكسيديشن ريدكشن سيستم، اللي هو هيكون جزء منه طبعا الناد بي ناد بي اتش سيستم، والجزء الثاني اللي هو الهكسوز مونوفوسفيت شانت، الهكسوز مونوفوسفيت شانت. وهنخص بالذكر فيه طبعا اللي هو ايه الجي 6 بي دي او الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم. تاني حاجة تالت حاجة أو رابع حاجة الار بي سيز بتحتاج للميتابوليزم عشان تحافظ على النيوكليوتايد بول بتاعتها، فهنحتاج على فهينتج عن كده ان هيحصل ديس اوردرز للنيوكليوتايد ميتابوليزم. فدي انواع الديس اوردرز اللي ممكن تنتج عن خلل في الميتابوليزم اوف ار بي سي. طيب كفريكوانسي بقى اكتر يعني اكتر حاجه الموست كومن انزيم ديفيشنسي اوف ار بي سيز هو الجي 6 بي دي الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، يليه بعد كده البايروفيت كاينيز، يليهم بعد كده الجلوكوز فوسفيت ايزوموريز والبايميدين 5 داش نيوكليوتيدز. disorder of enzymes هياخد شكل ايه؟ والله هياخد شكل من الاشكال الاتيه، يا اما انا مش قادره اصنع الانزيم failure of synthesis للانزيم فهيبقى في quantitative deficiency في الانزيم، يا اما انا الانزيم فيه qualitative deficiency مش قادر يرياكت مع السبستريت او مش قادر يرياكت مع الاكتيفيتور او الانهيبيتور، يا اما رابع حاجه وهي غالبا بتبقى اكتر حاجه ان الانزيم بيبقى انستيبل بروتين، يحصل له ان هو يتكسر قبل الميعاد المفروض يتكسر فيه، يعني بيعيش اللايف سبان اقل من اللايف سبان المفروض يعيشها، فبيتسابير طبعا من الار بي سيز قبل ميعاده، وده غالبا هو ده اللي بيبقى الديفكت الموجود في الانزيم.